الدكتور حسن راتب ده معروف في رجال الأعمال المشهورين الذين حاولوا أن يسروا مصر بابتكاراتهم في العمارة التي تسعد البلد في البلد الذي يحتاج إلى هذه العمارة والوطن الجديد الذي استردناه ويحاول أن يجمله جمل الله حياته وبارك له فيه في كل ما يأتي وفي كل ما يفعل. أنا تعلمت من مولانا إن القيم هي القيم حتى عند المنحرف، فالصادق محترم حتى عند الكذاب، والأمين محترم حتى عند الخائن. فتربية الأولاد على القيم بتربط الطفل في المهجر بالوطن الأم، وأهم قيمة في المهجر من أهم القيم إن إزاي نربط أولادنا في المهجر بالوطن الأم، عادات وتقاليد وسلوكيات وقيم، لا سيما إن دايما إحنا كناس بنؤمن بأن الإنسان بيعود إلى أرصدته في مخازنه قبل ما يبدأ ياخد أي قرار استيرادي، من باب أولى إذا كان هذا بالنسبة للسلع، فينبغي أن نعود من باب أولى إلى المبادئ والقيم والتراث والمثل والعقيدة إلى تراثنا، وتراثنا غني جدا، فلابد أن نأخذ منه لمش نسري بيه أولادنا، ده نسري بيه أولادنا ويكون نبراث للعالم كله، وبالتالي فيعتز الطفل بقيمته ويعتز الطفل ببلده ويتربى على انتمائه للوطن الأم، يدين ليه ويعيش ليه، فيرد دين الوطن ده عليه بعد ما يرجع له.